جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعمل مع شخص وكل المصروفات علي، ويحضر إلي بعض الأشخاص فأقدم لهم بعض المأكولات وبعض المشروبات، وأحيانا يكون شاهدا على ما أفعل. هل علي من حرج فيما فعلت، ولا سيما أنني أخبره؟ جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: أعمل مع شخص وكل المصروفات علي، ويحضر إلي بعض الأشخاص وأقدم لهم بعض المطعومات وبعض المشروبات، هل علي من حرج، ولا سيما أنني أخبره وأحيانا أفعل هذا بحضرته؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تقدم هذا من مالك فلا بأس، أما إن كنت تقدمه من مال غيرك فلا بد من إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.